هبة التيار الفائتة لا زالت حاضرة ميدانيا وحاضرة أيضا بالمعنى السياسي، وأيضا حاضرة لدى المخطط الصهيوني. يعني في كل هذه، خلينا أقول، الميادين هي حاضرة وفاعلة. باعتقاد الفارق الأساسي أن الصهاينة في هذه الحالة قد قفزوا إلى الأمام وخطوا إلى الأمام ورفعوا سقف التحدي. واضح أن الصهاينة يعني مهووسين بقضية محاولة استعادة حد أدنى من الردع والقول للفلسطيني طبعا قبل أن يقول للعربي وللمسلم بأنهم إذا ما قرروا المضي في مسألة اقتحام المسجد الأقصى فهم سيذهبون بها حتى النهاية دون اعتبارات أو النظر لدروس الهبة الفائتة والتي تحولت فيها المواجهات التي بدأت من عند باب العمود وصولا للمسجد الأقصى، ومواجهة الاقتحامات تحولت إلى مواجهة مفتوحة، مواجهة مسلحة انطلقت أساسا من قطاع غزة وهبة شعبية غطت كامل التراب الوطني الفلسطيني. فكل هذه العوامل حاضرة، ولكن باعتقاد الأخطر في هذه الحالة التي نعيشها اليوم هو أن الصهاينة قد كسروا خطا أحمرا. باعتقادي ليست المسألة هي مسألة نجاح أو عدم نجاح المتطرفين بعمل أو بتقديم قرابينهم في عيد ما يسمى في قربان الفصح. باعتقادي أننا يعني يجب أن ننظر إلى ما تفعله أجهزة الأمن الصهيونية بجيشها وأجهزتها الشرطية كاقتحام بحد ذاته، وأن ما جرى في المسجد الأقصى في صبيحة يوم الجمعة يعني يضعنا جميعا أمام تحدي كبير. باعتقادي أن هذا التحدي غير مسبوق. باعتقادي أن المسألة اليوم لا يمكننا أن نختزلها بماذا يريده أو ماذا يخططه أو ما نطلق عليهم المتطرفين من جماعات الهيكل. هؤلاء اتضح بأنهم هامشيون في مسألة الصراع على المسجد الأقصى في الحالة التي نحياها اليوم. اليوم إسرائيل ما تسمى إسرائيل تستغل هذا الظرف الذي تخلقه دعوات الاقتحام من أجل أن تمضي في أجندة لتهويد المسجد الأقصى عبر فرض سيادة على كل سنتيمتر في هذا المسجد بكل مصلياته، بالإضافة إلى أنها تريد أن تقول أنا صاحب القول في المسجد الأقصى ولن أسمح بما كنت قد يعني إلى حد ما تساهلت معه في المرات الفائتة. وبالتالي شهدنا هذا الهجوم البربري غير المسبوق بالاعتداء المباشر على المصلى القبلي وبتحطيم نوافذه التاريخية. نعم وهنا مرة أخرى أؤكد يجب علينا ألا نفصل بتاتا ما بين ما يسمى متطرفو الجماعات الهيكل وما بين عمل الأجهزة الأمنية الصهيونية، وهم يعني يكملون بعضهم بعضا.